هذا البيت إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أي علم له مبادئ عشرة، كيف إنسان سيشتري سيارة، سيشتري بيتا، فيبدأ يسأل كم سعة هذا البيت، كم ثمن هذا البيت، أين مكان هذا البيت، لمن هذا البيت. وكذلك إذا جئت إلى أي علم، تعريف هذا العلم، موضوع هذا العلم، ثمرة هذا العلم، نسبة هذا العلم، فضل هذا العلم، واضع هذا العلم، حكم هذا العلم، مسائل هذا العلم. فتعود دائما أن تبدأ بالعلوم على هذه الصفة.